بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في برنامج بيت المصريين، ومعانا فقرة مواهب زي ما وعدناكم إن احنا هنقدم إن شاء الله الفقرة دي وفقرات أخرى من البرنامج قادمة بإذن الله. مواهب نحاول نوفق أكبر قدر وكم من المواهب المتنوعة في برنامج بيت المصريين. معانا النهاردة ضيوفي الأعزاء، اتفضلوا قدموا نفسكم. صابرين صابرين مجدي محمد، محافظة الشهرية، 20 سنة. موهبة الغناء، أهلا بيك يا صابرين. اتفضل يا محمد قدم نفسك. أنا اسمي محمد وائل عالمي، أنا من مدرسة اللغة الرسمية الجديدة من محافظة دمياط. كم سنة يا محمد؟ 8 سنين. أهلا بيك يا محمد. هنا. أنا اسمي هنا خالد الغرباوي، عندي 8 سنين، من محافظة دمياط، موهبتي الفن والإلقاء. اهلا وسهلا بيكم، شرفتونا ونورتونا حبيبتي. صابرين، من امتى بدات موهبه الغناء معاكي؟ مرحله من وانا صغيره في المدرسه طبعا، وبعدين قصر الثقافه. كان عندك كام سنه تقريبا؟ كان عندي 14 سنه. طيب مين اللي نمى فيكي هذه الموهبه؟ عيلتي طبعا، بابا وماما، وبعد كده اساتذتي في قصر الثقافه. هما اللي اكتشفوكي، خالتك وبابا وماما. طيب عايزين نسمع حاجة يا صابرين، حاجة بتحبيها كده في البدايات، صوتك حلو فيها. سمعكوا حاجة نجاة عن القلب. سمعنا دلوقتي منك برضو حاجة في مدح. ماشي، ابدأي بيها انت يا حبيبتي. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا علاك قادرا، يا إمام الأنبياء، أنت للوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض هاد وتقي، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيع يا رسول الله، أيها المختار لينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا إمام عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله. محمد، انا عارفه ان انت موهبه شعر ورسم، بتحب اكتر ايه، الشعر ولا الرسم؟ الشعر طبعا والرسم. طيب السنة من امتى انت بتقول شعر؟ من 3 سنين. من يعني اكتر بدات في البدايه تقول شعر ولا ترسم؟ بدات الاول ابدا. ايه اللي حبيته في البدايه ولقيت هو الرسم فيه؟ الرسم. وبعد كده لقيت الشعر. لقيت الشعر. ومين اللي نمى فيك هذه الموهبه، اللي اكتشفها فيك في البدايه خالص؟ مامتي وبابايا وعيلتي ومدرستي. كلهم شجعوك بعد كده. تمام. طيب انت الرسومات بتاعتك اهي، بسم الله ما شاء الله، ورينا كده يا محمد لما تقول شعر. انت بتحب الرسم، انت عامل كل الرسومات دي يا محمد؟ كلها حط عليها جوايز. أيوة. تمام، اتفضلوا لو سمحتوا نشوف الرسومات بتاعه محمد. تمام، وريني يا محمد، وريني وريني. ايوه
نشوف كده الرسومات الجميله بتاعت محمد على الشاشه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، مناظر جميله جدا يعني يا محمد. دول كلهم ولا في حاجات تانية؟ هات كده وريني، عندك حاجات تانية في البيت كمان رسمها؟ دي كلها يا محمد مناظر طبيعية. أنا ملاحظة أنت بترسم مناظر طبيعية بس ولا بترسم أشجار و ممكن حد يجي لك ترسمه يا محمد؟ ولا لسه ما رسمتش الأشخاص؟ لسه الأشخاص. تمام تمام، رسومات جميلة جدا بتاعت محمد، بسم الله ما شاء الله كلها. يعني انت تقريبا بتعشق الطبيعة يا محمد، فعشان كده ملاحظة انه كلها حاجات طبيعية وهي مختلفة اهي يا عين. يعني نقول عضو من اعضاء الانسان لسه العين يا دوب لسه. نكمل بعد كده الشخص، نرسم شخصيات ان شاء الله. بتحب ترسم ايه يا محمد تاني غير المناظر الطبيعية؟ انا احب ارسم عن الطبيعة، واحب ان ارسم عن البشر. امتى بترسم؟ لما تلاقي منظر عجبك حلو، ولا حد يقول لك مثلا ارسم اللوحه دي، ارسم المنظر ده؟ لما انا الاقي لوحه حلوه يعني مثلا زي ده اهي، يعني اقعد اشوف اجيب دي ازاي، اعمل دي ازاي، يعني اقعد شويه مع نفسي اجمع كل طاقتي. ايوه، واعرف انا هعمل ايه الاول وبعد كده اقوم بادئ فيها. برافو عليك، خطوات تعمل. أيوة. خطوات. تمام، طب بتاخد قد ايه في ما ترسم لوحة زي كده؟ يعني ساعة ونص، نص ساعة. مرة واحدة ولا بترسمها على مراحل؟ يعني ممكن ترسم النهاردة شوية، بكرة شوية؟ لا، برسمها مرة واحدة. يعني بقوم برسم المقطع ده، بعد كده اقوم قلب على المقطع اللي بعده، بعد يعني لازم تخلصها كلها مرة واحدة. ايوه تمام، ما تقومش غير لما تخلص عليها كلها. تمام، برافو عليك يا محمد، ربنا يوفقك ان شاء الله. طيب والشعر بقى، ايه اخبار الشعر معاك؟ انت بتكتب شعر ولا بتلقي فقط؟ انا بلقي، بس بدأت دلوقتي اكتب. بدأت كتابة. طب ليك في الشعر ولا ليك في الخطابة؟ ليا في الشعر الشعر بس. طيب سمعنا حاجة يا محمد بقى من الشعر، وريني كده، شوف المايك عشان صوتك يطلع اقوى فيه. يا محمد قول حاجه بس للكاميرا. اتفضل حبيبي، سمع حاجه بتحبها. قصيدتي بعنوان خير جند الارض للشاعر عبيسي. يا درة في الحسن فاق جمالها، فيك تجلى فضل الله يا حسناء، والنور حلى بالصرى حين صلى محمد في ليلة الإسراء. فلا تخافي ولا تحزني، خير جند الأرض لك درع وفداء، في كل شبر ملحمة خط سطرها شهداء، عليهم الروح هانت ولم تهوني حبيبتي سيناء. بكر جمالك فتدللي، المهر غال حين تخطب العلياء، مهرك العمر فهل تقبلين يا عروس السماء. صدورنا حصون وقلاع عنك تصد الضراء، وإن طالك غد فالعين ساهرة حتى يرحل الجبناء. سواعدنا جسور عليها عبري إلى غد غناء، نبني بعزم أرضك فترقب السراء. وعد ووعد الحر دين، وما عاهدتنا إلا أوفياء، خير جند الأرض لك درع وفداء. هذا الجيش غايته تحرير أرض، وأصل المجد أفرعه. طوبى لأرض دماء السائرين على أرجائها، تأكل الغازي وتبلعه. دم الشهيد كدمع الأم حين بكت، قلب المعذب في الحالتين يوجعه. يا جيش مصر على الإرهاب واصل، سينجلي الليل حتما، فجر نصرنا آت ولا بد،
من سيناء مطلعه. شكرا. جميل يا محمد، بسم الله ما شاء الله. ادي لهنا. هنا من امتى بقى بداتي موهبه الشعر؟ ماما اكتشفتني من فتره بسيطه، كنت مشاركه فيها في المدرسه. سنه كده ولا سنتين؟ هي سنه. ايه اللي خلاكي شاركتي بقى؟ بتحبي الشعر ولا حسيتي نفسك انت عايزه تلقي شعر تقولي لا. القاء؟ حسيت نفسي القي شعر. حباه يعني، حبيت الشعر. وماما علمتك الالقاء؟ بعد كده. طيب سمعينا حاجه يا هنا. سوف اتلو على مسامعكم قصيده بعنوان حي على الفلاح للشاعر سعيد صادق. انا من ترابك من طمي تينك، انا فرع شجره من طرح نيلك، انا المهندس انا العامل انا الفلاح. الله اكبر يا مصر وحي على الفلاح، انا الجندي مرابط على حدودك صاحي وفي ايدي السلاح، انا الملاح على بحرك انا الفلاح زارع ارضك، انا ابنك اللي شايل همك وروح تروح فدا امنك يا أصيلة يا أبية يا قلب أم العربية. شكرا. أدينا ربنا يوفقك يا أولاد. صابرين قولي لي، بتحبي مين أنت بقى من اللي بيغنوا على الساحة المطربين؟ شيرين. شيرين. بتشجعي شيرين؟ أغانيها بتعجبك ولا صوتها والكلمات؟ صوته واحساسه وكلماته كل حاجه. كلمات مين من الشعراء اللي هما بيغنوا او بيكتبوا الاغاني بتعجبك اكتر؟ من صحابي. من صحابي؟ استاذ عبد العزيز رياض، استاذ رضا ابو الغيط، والشاعر يوسف المهدي. تمام. طيب غني لنا حاجه انت بقى بتحبيها. اغني حاجه قديمه طالما انت اللي تحبي غنيه. اغني لك عين القلب. حاجه بتحبيها، اتفضلي يا حبيبتي. عيون القلب سهرانة ما بتنامشي، لا انا صاحية ولا نايمة ما بقدرش صوتك جميل. طيب يا صابرين، انت تحبي تطلعي طموحاتك ايه بكره وبعد؟ تحبي تعملي ايه بقى؟ هتتجهي ان هتغني ان شاء الله؟ ان شاء الله الغنى وانشاد ان شاء الله. ولا هتتجهي للدراسه؟ يعني تروحي مثلا تلتحقي باكاديميه، تلتحقي بأمرا؟ هو الدراسه حاليا دلوقتي واخده كل وقتي وتفكيري. لا، في مجال الغناء هتكملي ازاي طريقك؟
طبعا سوشيال دلوقتي يعني. تمام. على السوشيال ميديا. وبعد كده بقى التوفيق من ربنا. ان شاء الله حبيبتي، ربنا يوفقك ان شاء الله. تحبي تطلعي زي مين من المطربين بقى؟ شيرين طبعا، عشان دي مثل تطلعي يعني زيها، تغني نفس اغانيها يعني ونفس اسلوبها في الغناء. انا بحب شيرين، بحب صوتها، ويعني هي بالنسبه لي حاجه كبيره يعني. تمام. ان شاء الله ربنا يوفقك حبيبتي. هاتي حبيبتي محمد، مين مثلك الاعلى يا محمد؟ من الشعراء؟ في الشعر رضا ابو الغيط. الاستاذ رضا ابو الغيط طبعا، تحيه كبيره للاستاذ رضا ابو الغيط من منبر طبعا تحيه كبيره لي من منبر الصحه والجمال وبرنامج بيت المصريين، متبني معظم المواهب بسم الله ما شاء الله. محمد قل لي انت بقى طموحاتك ايه؟ هتستمر بقى هتنمي موهبه الرسم ولا الشعر؟ هنمي الاثنين. الاثنين، برافو عليك. طيب عايز تطلع ايه بقى في المستقبل؟ هل شاعر بتغني، ولا انت هتطلع مثلا حاجة تانية، دكتور، مهندس، هتاخد اتجاه تاني في التعليم؟ انا عايزة، انا نفسي ان انا اطلع عالم فيزياء. تطلع ان شاء الله حبيبي، ربنا يوفقك. يلا سمعنا حاجة بقى لحد من الشعراء اللي بتحبهم. قصيدتي بعنوان شكرا يا شعب مصر للشعب. شكرا يا شعب مصر، يا شعب يلي دفع تمن الشوارع دم، والله هتعدي وبلادي راح تنضف، ده مماكف متاهة وده قال خلاص اخطف، وده قال انساها واسيبها واتصرف، وانا قلت انا فداها وعالمها يرفرف، ده انا بيها بتباهى وبيها بتشرف. شكرا يا مصر لان اجمل ما فينا انتي، وفي عز وقت الحزن لميتي وطمنتي، شبيت عشان اتشاف وعالمك على الأكتاف، وآلاف بتلم آلاف، وفي يوم من الأيام هحكي أنا حكايتي عن أهل بلد الكرام، عن ناس في قلب القلب، هحكي لولادي عن خيرة الأجناد، عن جيش في كل معاد واقف احترام الشعب. شكرا. محمد أحسنت يا بنت الهنا. طموحاتك إيه بقى يا هنا، عايزة تطلع إيه؟ شاعرة كبيرة ولا دكتورة ولا مهندسة؟ عايزة اطلع دكتورة عيون. دكتورة عيون، اشمعنى بقى؟ وجراحة وكده؟ لا. طيب دكتور بس كشف، كشف عيون بس. طيب. ماشي يا حبيبتي، سمعينا حاجة بقى. والشعر بقى هتنمي موهبتك فيه ازاي؟ تلتحق بدراسة في الشعر برضو؟ ان شاء الله ربنا يوفقك. اتفضلي حبيبتي قولي حاجه بقى بتحبيها. قصيده بعنوان مصر الحلوه الاموره للشاعره فاطمه فاروق. مصر الحلوه الاموره، اجمل زهره واجمل صوره، صورها مبدع فنان، هو واحد خلق الاكوان، فيها معالمها المحصورة، بعقول أجدادنا المقصورة، صممنا فيها الجوامع، وبنينا مصانع وصوامع، وبنينا مسلة وكمان هرم، يا أصيلة يا ست الكل، فرحتك ورد وفل، وعشانك حلوة وأمورة، أجمل زهرة وأجمل صورة. برافو عليك يا هم. احسنت يا هم. يلا بقى ادي الصابرين، عايزين نسمع حاجه حلوه بقى نختم بيها. تحبي لو تطلعي ان شاء الله تغني، تحبي تتعاوني مع مين من الملحنين؟ مع الملحنين في ناس قوي قدامي، صلاح مغربي و تحبي تغني مهرجانات؟
لا مش قوي. ممكن تتهجي المهرجانات بتحبيها؟ اسمع اغاني مهرجانات المهرجانات صعب، لكن تسمعي بس لكن لا اغني لا تغني لا. تمام ماشي، مش لوني مش لونك. طيب سمعينا بقى حاجه نختم بيها، حاجه حلوه كده. قولي حاجه مصر. اتفضلي. يلي حضنك هو نفسه حضن أمي، يلي ليكي فيا أكتر من اللي ليا، يلي مهما بعدت عنك جوا دمي، يلي حبك عندي حاجة مش عادية. كل شارع من شوارعك في حكاية عن صحابي وعن حاجات حصلت معايا، ناس كتير قالوا لي غني غنوا عليها، بس مهما كان غناي مش كفاية. رغم بكرة أدري إن ابني فيكي ألف عصر، ياللي بتقولوا إنها راحت عليها، اسألوا كتاب التاريخ من هي يا مصر، يا مصر، يا حبيبتي يا مصر، يا مصر يا حبيبتي يا مصر، يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. جميل جميل، الله عليك يا صابرين. تحب تقول حاجة يا محمد تختم بيها؟ طيب ماشي هاتي نسمعنا حاجة يلا عشان نختم بيها بقى. سمعنا حاجة على ذوقك حبيبي. قصيدتي بعنوان رأيت الله للشاعر محمد إبراهيم أبو سالة. رأيت الله، رأيت الله في لون الزهور، رأيت الله في شدو الطيور، رأيت الله في عصف الرياح، بموج البحر في صمت القبور، وفي مطر تساقط فردوينا، وما جسفه بالعشب النضير، وفي نهر تدفق بالمياه ليحيى الزرع بالماء النمير، وفي شمس وفي طير البكور يسبح شاكرا نعم القدير، وفي ليل وفي فجر أهلا، وفي نجم وفي فجر أطلا، فأزلت المآذن للصلاة، فهيا صلي لله الغفور. شكرا. شكرا ليك يا محمد، وتحياتي ليكم، وانتوا اسعدتوني وشرفتوني النهارده ونورتونا، وبتمنى ليكم تحققوا كل طموحاتكم وامنياتكم ان شاء الله. وإلى هنا أعزائي المشاهدين انتهت فقرات البرنامج وحلقة النهاردة من برنامج بيت المصريين، ونشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج بيت المصريين. كانت معكم صفاء بدوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.